بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. مشرفنا كابتن. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل المشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لكباتن كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، وكابتن اسامه عربي، وكابتن علي برحمه. اهلا وسهلا بيك كابتن. كابتن ايمن، النهارده كان النادي الاهلي النهارده يعني كان قدامنا ان شاء الله نفوز، ولكن طبعا قدر الله ما شاء فعل. قادرين النادي الاهلي النهارده وجمهوره الفتره اللي جايه ان شاء الله يكمل، وهو دوت احنا بنعهد النادي الاهلي كابتن ايمن في الامور الصعبه قوي بيعدي. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي في الفتره اللي جايه ان شاء الله يمر ان شاء الله في المباراه اللي جايه في الافريقيه وفي بطوله الدوري العام. النهارده عندنا الحكم الاثيوبي بملك كابتن ايمن، 43 سنه، يعني لعب ماتشات كتير قوي قوي قوي. كابتن اسامه لعب كابتن شريف باكتر من بطوله افريقيه، خبراته كويسه قوي قوي، وعنده اداره تحكيميه كابتن شريف. يعني في حاجه مهمه قوي، ازاي تدير المباراه وفي نفس الوقت تحكم المباراه. في واحد ممكن يحكم مباراه وما عندوش اداره، يعني يبقى عنده شويه مشاكل في الاداره، ولكن هو عنده الحاجتين، وبالتالي من كتر الخبرات قدر النهارده يمر بالمباراه. مفيش اخطاء مؤثره في المباراه. كمان عنده يعني ميزه النهارده، على الرغم ان هو الجري ستايل جري مش حلو قوي، ولكن بص تلاقيه متواجد يا كابتن شريف. رشاقه ومرونه يعني ولا اروع. الحاجه الثانيه كمان ثقه في نفسه، وده هنشوفه كابتن عادل في الدقيقه 50 يمكن اول اختبار حقيقي للحكم. امبارح انا كنت بكلم مع الكابتن هاني بسالني على الحكم، قلت له المباراه من غير فار، ودايما لما تكون من غير فار اختبارات الحكم الحقيقيه داخل منطقه الجزاء يا كابتن هاني، لان لو في قرار عدى منك الفار مش موجود بتبقى مشكله. ولكن في الدقيقه 50 هو كان حاضر في ركله الجزاء اللي تم احتسابها لبيرسي تاو، كان متواجد وقريب، لم يتردد في اتخاذ القرار. المساعدين معاه كمان ساعدوه بشكل كويس كابتن شريف في ضبط التسلل، في احتساب الاخطاء القريبه، فكانت المباراه سهله ما فيش فيها اي مشكله. هو طبعا سهلها على نفسه. هنشوف هنا الحاله الاولى، معانا كابتن اسامه هنا، وهنا طبعا ركله جزاء واضحه جدا جدا جدا. هنا المدافع طبعا ارتكب مخالفه العرقله بالركبه، بيرسي تاو بيعدي، وهنا هنشوف الركبه هنا الشمال بتعرقل، وركله جزاء واضحه جدا جدا وسهله. وطبعا هنا ما فيش فيها كابتن اسامه انذار، هو حسب ركله جزاء بس من غير انذار، وهنا طبعا القرار كان قرار صحيح لم يتردد فيه الحكم الاثيوبي، وانا بحييه على هذا القرار، لان هو كان كمان قريب وكان عنده زاويه رؤيه كانت جيده. نشوف الحاله اللي بعد كده، وهنا حاله تسلل زي ما قلت النهارده. المساعد الثاني ده كابتن كان عنده النهارده 7 حالات تسلل يا كابتن شريف كابتن عادل، تميز فيهم 7 حالات، ويمكن ديت انا جبت حاله من ضمن هذه الحالات، كانت في الشوط الاول طبعا تسلل، وتسلل صحيح في هذه الحاله. الحاله بعد كده هنا يمكن انذار هنا للشحات هنا، وزي ما قلنا الانذارات بتبقى دايما للتهور كابتن عادل، وانذار في نص الملعب كنت شايف ان هو ممكن يعني ما ياخدوش كابتن علاء، يعني هنا نص الملعب والكره مش محتاجه، ما اخسرش انا انذار في هذه اللقطه، وبالتالي هنا استحق انذار في هذه الحاله للعب بتهور. نشوف الحاله اللي بعد كده، وهنا نفس الشيء والمعيار معيار واحد، هنا نشوف هنا في انذار ايضا هنا للاعب صن داونز، الهجمه كانت رايحه وهو انا عطل هنا الهجوم، وكان القرار صحيح والحكم طبعا كان قريب. هنا كان انذار كمان لاضاعه الوقت، يعني هو زي ما قلت لك اداره تحكيميه جيده. هنا كان في لاعب هنا فاول احتسبه للنادي الاهلي، وهنا اللاعب رقم اللي هو كان لسه نازل لعب الكوره طبعا، وهي المفروض هي بتستأنف لعب الكوره، وانا لم يتردد بملك في اشهار البطاقه الصفراء. زي ما قلت المباراه اداره تحكيميه جيده لطاقم التحكيم بالكامل، ركله الجزاء الاختبار الوحيد اللي فيها حسب ركله الجزاء، والقرار كان قرار صحيح. بنشوف هنا طبعا هنا اللاعب هنا الكوره كابتن شريف، هنا في فاول النادي الاهلي هنا، والكره بتثبت، هنا اللاعب راح زق الكره، وبالتالي هنا راح اداله انذار لتعطيل اللعب. دي الحالات اللي هي يمكن كانت موجوده في المباراه. كابتن شريف عايز تقول حاجه؟ لا لا لا. فبشكل عام كابتن هو خبرته قدر ان هو من خلال الخبره كابتن عادل يمر المباراه باقل اخطاء،
القرار الاهم هو كان قرار ركله جزاء، ركله جزاء صحيحه لبيرسيتاو في الدقيقه 50، وده كان كل اللي عندنا يا كابتن ايمن. زي ما قلت التحكيم ان شاء الله سواء في افريقيا او في الدوري المصري يوم الثلاث في مباراه للنادي الاهلي، نتمنى طاقم التحكيم ان شاء الله يوم الثلاث المصري اللي هو لسه طبعا ما تعينش ان هو ربنا يوفقهم، لان كمان الدوري مهم جدا جدا. التحكيم المصري نتمنى ليه ان هو يكون موفق في الاسبوع اللي هي الجوله ال20، نتمنى التحكيم كمان ولجنه الحكام بنقول لها يعني حتى الخبير لسه ما جاش وانتم النهارده بتقوموا بدور القياده، نتمنى الفتره اللي جايه تعدي بشكل كويس على جميع الفرق. كابتن ايمن شكرا جزيلا، كابتن نصر شرفتنا. شكرا كابتن. بنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وصن داونز في الجوله الثالثه لدوري الابطال الافريقي دور المجموعات ابطال الدوري، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. ما كناش نامل طبعا في النتيجه دي، ولكن بدايه ان شاء الله باذن الله الفتره الصعبه اللي جايه يجتازها النادي الاهلي بنجاح، وزي ما احنا متفقين دايما الكلام ده شفناه الثلاث سنين اللي فاتوا، والنادي الاهلي تمكن في الثلاث سنين ان هو يوصل للنهائي ويتغلب على كل الصعوبات. كل توفيق للنادي الاهلي الفتره القادمه ان شاء الله، وبشكر في النهايه نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده كابتن شريف عبد المنعم. شكرا يا كابتن شرفتني. بشكرك كابتن ايمن بالتوفيق الفتره الجايه كلها يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه عرب شكرا ايمن ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. كابتن علاء مهوب شكرا يا كابتن. شكرك يا ايمن. شكرا كابتن عادل الرحمن. شكرا. الشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى ورقه تحليل.